خسائر في الممتلكات والأرواح وإصابات بشرية خلفتها كارثة أمطار الإسكندرية التي وقعت الأسبوع الماضي. وفي محاولات حكومية لمساعدة أهالي الضحايا والمصابين والمتضررين، تم اليوم تسليم مبالغ مالية ل67 أسرة بإجمالي 300,000 جنيه وفقا لحالة كل فرد. قسمنا المحافظة لثمان فرق عمل وفرقة مركزية تبقى الفرقة التاسعة. كل فرقة عمل مسؤولة عن حي من الأحياء، بتنزل مع العاملين في الحي عشان تحصر الخسائر في الممتلكات. خسائر في الممتلكات دي تعرضت لها المحل والشقق السكنية اللي في البدرون واللي في الدور الأرضي، فتم تقرير تعويضات أو مساندة مالية رمزية بتقدمها الدولة لهذه الأسر. احنا بالنسبة لنا كمحافظة شغالين على جميع الإجراءات اللي بتحقق عدم تراكم أمطار المياه في حالة حدوث نواة جديدة خلال الفترة القادمة. 10,000 جنيه للمتوفى وتعويضات تتراوح ما بين 2,000 و5,000 جنيه للمصابين والمتضررين لتعويضهم عن خسائر مادية في الأثاث والمفروشات والمحال التجارية الخاصة بهم. وزارة الضمانات لنا تعويض يعتبر 3,000 جنيه، ما يعملوش أي حاجة. خسائر الأساس بتاع 10,000 جنيه لحاجات الكهربائية دي، لو عرفت أجيبها دلوقتي، لو عرفنا نجيبها كمان، تلاجة، غسالة، الحاجات اللي هي برضو المفروشات، كل حاجة، المراتب بترمت وكل الأساس كله، كل ده غرق في المية. لا التعويض مش متناسب خالص مع حجم الخسائر، يعني ما يجيش 0.25% في حجم الخسائر اللي عندنا. بس هو الحمد لله، نقول الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، يعني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رضينا بقضاء الله، بس ما كررش تاني المواضيع دي. تعويضات رمزية ربما تكون غير متناسبة مع حجم الضرر الواقع وخاصة أهالي الضحايا، إلا أن البعض يعتبرها تقديرا معنويا أكثر منه ماديا في إطار حرص الدولة على تخفيف آثار تلك الكارثة عن الأهالي.